أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه في العديد من دول أفريقيا والبحر المتوسط. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. عندنا محددات معينة لابد لأي مؤسسة يتم إنشائها على أي نهر أو على أي حوض نهر لابد أن تتبع قانون الدولي للمياه، غير كده أعتقد مصر ما تقدرش تخالف القانون الدولي ولابد احترام القانون الدولي. للأسف الاتفاقية الإطارية المعروفة باسمها عنتيبي تخالف القانون الدولي في عديد من النقاط لا يتسع الوقت لشرحها، ومصر موقفها واضح جدا، بتقول لما نرجع للقانون الدولي وتتعدل الاتفاقية الإطارية علشان تحترم حقوق المصب والمنبع نبقى موجودين فيها، غير كده احنا موقفنا واضح، احنا لن ننضم ليها إلا لما يتم مراجعتها وتتسق مع الأعراف والقوانين الدولية. هذا وتتواصل النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه والتي تستمر حتى 17 من أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنا مع استضافة مصر لأسبوع المياه الإفريقي. وتعقد هذه النسخة تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود لمناقشة حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة والتحديات التي تواجه المياه بمشاركة أكثر من 30 منظمة وكيان متخصص في موارد المياه لتبادل الرؤى وتجارب الدول في الاستراتيجيات المبتكرة والحلول العلمية لإدارة الموارد المائية. المؤتمر طرحت فيه كثير من المواضيع اللي تخص التغيرات المناخية وأثرها على المياه، كيف نتعامل مع المياه بما أن هنالك تشابه بين العراق ومصر في حصولهم على كمية المياه، لأن المياه هنا هي من خارج حدودنا تقريبا 80%، وفي هذا احنا الملف متشابهين. أيضا مصر لديها خبرة طويلة وكبيرة في الدبلوماسية المياه، كيف تتعامل مع المياه مع دول المنبع. المركز القومي لبحوث المياه بيقدم خبرته وتجاربه في كيفية التعاون، في كيفية إيجاد تكنولوجيات حديثة سواء في عادة استخدام مياه الصرف الصحي، سواء في استخدام مياه تحلية حتى إلى مستوى الري في مستقبلا إن شاء الله، أو إيجاد طرق لتعظيم الفائدة من وحدة الإنتاجية من المياه على جانب إدارة الطلب. شاركنا الآن في هذا المنتدى العالمي الحقيقة التي نعتز ونفتخر فيه بأنه مصر سنويا هذه المنصة يعني تقوم بكل ما يستحق من أجل جمع الخبرات والكفاءات وأصحاب القرار في الدول العربية والعالم من أجل حد من أثر التغيرات المناخية والاستفادة من كل قطرة ماء سطحية أو جوفية أو مياه غير تقليدية. النسخة السابعة من الأسبوع القاهرة للمياه اللي هو في وجهة نظري هو بوتقة التواصل ما بين متخذي القرار من السياسيين، الجهات المانحة، المؤسسات الدولية والعلماء، لأن المجال ده أو الانفايرمنت دي بتخلي أو بتخلق مجال للتواصل بين كل القطاعات اللي أنا أشرت إليها، وده مهم جدا في التعامل مع المشاكل المائية المتوقعة في المستقبل اللي احنا أوريدي بنشهدها على الأرض الواقع. ونحن كمكتب إقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عم نشتغل بمصر مع بعض المحافظات والمجتمعات المحلية لبناء مدن قادرة على الصمود، من أهمهم هن محافظتي أسوان وشرم الشيخ. بالإضافة إلى هيك اتطرقنا على مشروع عم نشتغل فيه بالسودان بيشتغل على الإنذار المبكر وعلى تقديم وبناء القدرات للمجتمعات المحلية.